السلام عليكم، مساكم الله بالخير والرضا. هذا في رجل نعرس وخذل له مره من جماعته، والرجل هذا من خيار ربعه ما يلحق احس. يقول لي اخذها يا طول العمر، يقول يا والله يوم تغيرت عليها المره بعد قطعه الشهور، قال زادت طلباتها وزادت طلعاتها ام السوق ومسايرها. المهم الرجال كل ما هذه حدسي عليها وتناقرون وتناجب مهلها زعلانه. احد الايام قالت اسمع يا رجل، سمى هو جيزل لك حياتي معك، انا مره بطلع على كيف واجي على كيف، ما هو جيزل لك طلزني. يقول كلمه منها وكلمه منها، المهم يطول عمره يقول الرجال دفها، قال يلا انزلعي هذا متسهلت لا شوف تزهني. قالت خير، وتلم شريطاتها وتنجم مالها. يوم جت مالها يا الله يوم كبرت الموضوع، الرجل ضربني، الرجل هانني، الرجل المهم ما خلت شيء ما قالته. قال لي والله هالماية بدل ما تهدي الوضع، تعرف وش فيه وش ما فيه من هالبنت وش وراه، وهي خابرة بنتها وتعرف بنتها وتعرف ترباياتها وش. قال لي والله هالماية تدعي حتى الماية من شرك، الله يكسر يديه، الله يجعله هالفعل التارج. ما خلت كلمة حتى الماية ما قالت، تقول يا والله اخوانها جالسين بالصالة تسمعوا، قالهم يطلعون وش عنده وش فيه وش اللي صاير. قال هذا واحد من اخوانه يقول يا والله الله يتسفنا شره، الله لا يبلان، يقول يا والله حنوكه تقول مروحه يبلع من هالبلاوي، يقول يا والله عيونه نطاط طلع، قال والله لا اذبح لو اشوفه، يمد يده على اختي والله لا اذبحه، يقول يا والله الثاني يعزز له. قال المره يوم شافت اللون انت يا لمايه، ان الرجال ناويين نسيبهم، يبون ذبحه نسيبهم شو عليه؟ قال هو ترفع السماعه ويتكلم الشاي. قالت الحق عطني راسك جاي، مش عدة سمرة. قالت تعال، هو تقوم انت يا العجوز وتسكر الباب، باب المجلس عليه يطلعون العيال، يا والله يدورون السلاح ويدورون يبون دفعة نسيبة على تفسبه. قال هو يجي الشايب يطول عمره، يقول يوم انه جاء ها وش العلم؟ قالت وش العلم؟ هذه بنتك فلانة جايت زعلانة وتقولون ان الرجال ضربها، ايه والعيال هذول يبون ذبحة نسيبة. قال ما شاء الله، وانت وش قلتي؟ قالت ما قلت شيء. قال لا، ما هالثورة اللي صارت بهالبيت هذا، وكاد انت اللي تبعت يد بالموضوع، وش اللي صاير يا وليدي؟ يقول يا والله تشاهد ضربني، ما ادري وش، ما خلت شيء ما قالته، لا يخليني اطلع لا يخليني اروح، وبس حاشرني ومن هالسوالف، دعايات كلها دعايات، وعارف ان بنته وعارف ان ترباية بنته. قال خير ان شاء الله يا ولدي خير، دقوا على نسيبكم، وانتم يا العيال انتم الذباحه تبون تذبحون نسيبكم، ما شاء الله يلا ذكرك. شو عليه؟ وش السبب؟ وشو مسوي هالرجل تبون ذبحته؟ تبون ذبحه هالرجل؟ ما تبونه يا ولدي؟ طلتوا وقتكم منه وخلوا يتوكل على الله، ما توصل للذبح والسوالف اللي ما تصلح. ذبحت هالرجل عندكم مثل السلام عليكم يعني؟ قالوا يدق لك على نسيبه طال عمرك ويجيبه. قال تعال، قال يا عمي انا، قال تعال 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 يا وليدي تعال. قالوا يجي نسيبهم طال عمرك، قال اقعد وانتم اقعدوا يا الذباحه اقعدوا، خلي بنت السجي يا ام العيال، خلي بنت السجي. قال يوم انها جت يقول يا والله تشاهد انت يا البنيه، قال قوموا يا رجال قوموا، قوموا نسيبه وقوموا عياله. قال تعالي يا بنيتي تعالي امشي. قال يا والله طال عمرك تمشي على خطوه خطوه شوي شوي وتشاهد وتبتسي. قال لا لا جربي يا وليدي جربي، تعالي تعالي. يقول يوميتا انها وصلت عنده على قد مسكت اليد، قال هو يمسكها طال عمرك يقول مع هذا مع كتفها الايمن، ويد الثاني مع كتفها الايسر. قال هو يشق لك ثوبه انت الشاي. قال يوم شق ثوبه قال يا والله يوم طلع صدرها. قال هو تضف الروحه وتقوم تلفت. وين راحت؟ راحت وين؟ ورا رجلها. راحت ورا رجلها علشان تستر روحها. تضف حالها. الشايب ضحك. بحر لعياله.
قال اختكم وين هي؟ اه يا عيال اختكم وين راحت؟ لا جت وراي هانا يا ابوها تضف روحها، ولا راحت وراكم انتم يا اخوان يا الذباحه عشانها تستر حالها. راحت وين؟ راحت يم رجلها، والله رجلها لو ما رجل بخير ما راحت وراه. وما دام ما هو جايزين لكم ان هاي اختكم تعيش مع هالرجل، ما تصل هالمواصيل، تعالوا علموني انا يا ابوكم، يا صار ما عندكم الراي، تعالوا علموني وانا اللي اسنعكم، وانتم رجال هذا كبر تطيشون على هالرجل تبون ذبحته لي. وانت يا بنتي ما هو جايزلت هالرجل، تعالي علميني. وانت يا لمايه بدل ما تصيرين على مجزل محضر خير وتصيرين على مجزل، انت ام للجميع تري ام حتى اللي هو هذا يعتبر من عيالك، ما ترضين عليه، تحطي مخافة الله بين عيونك، كلكم تبون ذبحة هالرجل وشو عليه؟ مدام ما هو جاي زلت يا وليد اقعدي عند امه تخدمي عندها، يا الله يجيب لك واحد على مزاجك. وانت يا ولدي الله يسهل لك، انا هجع طول العمر وارسلنا ورقه طلاقها. قال يوم بغى يطلع مع الباب هو تلحقه، قالت والله ما يطلع، رجلي على رجله تقول هالعروس، رجلي على رجله. قال لا لا، يقول هالشايب لا لا، رجلت ما هو على رجله، ولد الناس ها ما حنبهدلينه يا وليدي، انت جرجرينه بالاسواق وجرجرينه يمنى ويسرى، واخوانك يبون يذبحونه. لا والله خلي ما يتوكل على الله، لاهله لا تجيبون جريره. قالت رجلي على رجله، والله ما شفت منه الا كل طيب. قال لا عاد من هذا ورا لا اشوف استجيني هنية الا بحد الامور، يا انس جيعانه ولا عريانه، انا علمت ولا لحق صديم. هاك الحين تعالي يم يانا، لا تروحين يم هضاولا ولا يم المايه للاسف، تعالي يمي انا يا بوس. فاكثر البلاوي البيوت وهدم البيوت زلة العرف وزلة النصح، ما في ناس تنصح، ناس تشب نار الله يجزينا الشر، سواء من اهل المراه ولا من اهل الرجل. واكثر الطلقات اللي تصير على اتفه الاسباب، والله على اتفه الاسباب، والله لو هالرجل بشيء من اللي يخل عقل على منزل الرجال من البلاوي نقول امر الله، لكن الرجل سليم ما بشيء تخلق عليه هالمره شيء ما يسوى. هذه سالفتنا اليوم، يعطيكم العافيه.